يا توتو ايه دي حبيبتي؟ قلت لك نيلي هتظبطنا. تفتكر هتعرف؟ المفروض انها هتعرف يعني، انت طالع تحت مديره الالمنتري على طول، اكيد هتعرف تظبطها. يا رب يا مراد. يا بنتي اصحي بقى يا بنتي، انت جايه تنامي. بالراحه بالراحه. اصحي يا تيتو. بالراحه. ما انا بالراحه اهو يا مراد. حبيبتي اصحي يا مراد. يلا حبيبتي يلا. ما مش قادره. احنا جايين نلعب يا تيتو، ما تهزريش. بالراحه يا توتو بالراحه حبيبتي، معلش. تيتو حبيبتي عندنا امتحان، يلا. امتحان ايه بقى؟ جاهزه يا عطيات؟ اه جاهزه طبعا. يلا يلا تيتو يلا تيتو يلا يلا. عطيات هتكون جاهزه طبعا. يلا يلا ضحكه ضحكه. ميزينة هتبقى معاكي وانتي بتعملي التست، ما تخافيش هو سهل، الحاجات اللي فيه كلها انتي خدتيها قبل كده. اوكي يلا يلا تيتو. شطورة حبيبة ماما، شكلها مقرفة على الاخر. هي ما نامتش كويس ولا ايه؟ لا بصراحة هي مش نايمة كويس. هو احنا ينفعش نأجل امتحان النهاردة؟ ايه بسأل. ما تقلقيش، انا مكلمه الهيد وهي خلاص معانا، بس لازم نعمل ادميشن تيست عشان يكون في الفايل بتاعها. الحاجات الروتينيه دي انت عارفه بقى. والله العظيم يا نيلي انت انقذتيني، مش عارفه اقول لك ايه. طمني، طول ما هي معايا ما تقلقيش. مش قلت لك هتظبطنا؟ عندك حق. طب انا كنت عايزه اسالك، هو انت هتبقي محتاجه مني ايه مثلا غير انه تبقى هي جاهزه؟ نيلي احنا جاهزين. اوكي مدام هدى، اتفضلي دلوقتي عشان الانترفيو، بعد ما تخلصي يا ريت تجيلي تاني لو سمحتي.